أحسن الله إليك. يقول السائل: توفي والدي منذ 20 سنة وترك لنا ورثا نقدا بالعملة العراقية ولم نزكها لمدة 6 سنوات تقريبا، ثم بعد ذلك ألغيت قيمة العملة العراقية لمدة 14 سنة، ثم قبل 5 أشهر تقريبا عادت العملة للرجوع إلى الأسواق فصرفناها إلى الريالات السعودية، فكيف نزكيها الآن؟ تزكيها عن الفترة التي لم تلغى فيها، الفترة التي لم تلغى فيها تزكيها، وبعد ما ألغيت فترة الإلغاء ليس فيها زكاة، فإذا عادت إلى الاعتبار يبدأ اعتبارها. تزكيها عن السنوات التي مرت عليها بعد عودة اعتبارها. الحاصل أنه ما دامت معتبرة فهي تزكى سواء في الفترة السابقة أو في الفترة الجديدة، أما وقت إلغائها فليس فيها زكاة. نعم.